شلومو. مشاهدي الفضائي السورياني سوريو تي في، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي من لبنان. ومن لبنان اليوم رح نتعرف أنا وياكم على دير سيدة البلمند البطريركي التابع لكنيسة الروم الأرثوذكس في لبنان وسائر المشرق. بهالحلقة مشاهدينا حبينا نستذكر قضية المطرانين المخطوفين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم، يلي صاحب الغبطة يوحنا العاشر رفع قضيتهم إلى المنابر الدولية. رفع هالقضية إلى مسامع المعنيين والمسؤولين على أمل نرجع نسمع الأخبار السارة ويرجعوا إلى ديارهم بسلام وأمان. بولس ويوحنا في محاكمة. وقفا مرة في بداية البشارة المسيحية ويقفان مرة أخرى اليوم في البقعة الجغرافية عينها، وإن اختلفت التسميات إنها محاكمة قل نظيرها، ليس فقط في الشرق بل في عالمنا المعاصر. ارتداداتها لم تصب الأرضيين فقط، بل أقحمت السماء أيضا في نزال الغلبة فيه للديان العظيم الذي له الحكم الأخير في هذه القضية، قضية الإنسان الحق وقضية الإله الحق. لربما هذه المحاكمة غير متكافئة، فأغلب الظن أن الموقوفين لا يسعهما المرافعة في قضيتهما، ولكن هو ذا خطابهما البين وقد سطراه بروحيهما وحياتهما وشهادتهما المستمرة دون انقطاع، يصدح ويتردد في برية هذا العالم. دير سيدة البلمند البطريركي بيشتق هالاسم من لفظة من الكلمة الفرنسية بلمو، وهو اسم أطلقه الرهبان السيسترسيون بالقرن الـ12 على أول دير بنيولة لهم بالمشرق، على تل بيبلغ ارتفاعه 300 متر عن سطح البحر وبتطل على السهل الساحلي وبتبعد 16 كيلومتر عن طرابلس و80 كيلومتر عن شمال بيروت. من العام 1603 غدا هالموقع مركز لدير أرثوذكسي مكرس لأمنا العذراء مريم وللقديس جورجيوس، وما يزال مكان صلاة وتأمل. ومنذ العام 1970 أصبح البلمند مجمع بيتكون من مؤسسات دينية وتربوية تشمل ثانوية بفرعيها، وأيضا معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي وجامعة البلمند، بالإضافة إلى مركز للمخطوطات وإلى يعني مركز خاص بالإعلام الانطاقي، وأيضا هو المركز لراديو صوت النعمة التابع للكنيسة الأرثوذكسية. أنا وياكم مشاهدينا خلونا نبدأ جولة بأرجاء دير سيدة البلمند البطريركي مع قدس الأرش مادريت رومانوس الحنات رئيس الدير، يلي رح يعطينا تفاصيل تاريخية حول أهمية وجود هالدير حتى تاريخنا. أنت يا
دير سيدة البلمند البطريركي من أهم الأدرية بالشرق الأوسط بسبب المكان الموجود فيه وبسبب قدمه. المعلومات التاريخية اللي عنا بتقول أنه هو يعود إلى القرن نهايات القرن الخامس بداية السادس، لأنه بنعرف أنه في بطريرك أنطاكيا عاش ذلك الوقت يعني في هذا الدير. المعلومة بتقول أنه بطريرك أنطاكيا بدون ما ينذكر اسمه ما بنعرف مين هو، عاش في دير قرب طرابلس، وهذاك الوقت ما كان في غير هذا الدير هالمنطقة. وعندنا عملين آثار بتدل على أنه بعض الحجار بتدل على أنه هو تعود للقرن السادس. مثل ما بنعرف نحن أسفل الكنيسة الأساسية الرئيسية هناك هيكل قديم يعود تاريخه للقرن السادس. إذن يمتد تاريخ الدير من هذاك الوقت إلى القرن الحادي عشر، بدايات الحادي عشر، وقت الإجو الرهبان السيسترسيان وبنوا وأسسوا وكفوا العمار الموجود قديما. مشان هيك بنشوف نحن هالعمار الموجود حوالينا هو على بيحتوي الشكل الغوطي، أبني في هذا النمط الغوطي بسموه، يسود على كل أقسام الدير من حيث العمار يعني. إذن هاي المرحلة الثانية من وجود الدير التاريخي. بعدين بتعرفوا سلطات هذاك الزمان أنتوا، توالت الحكام وتوالوا الرئاسات، والتاريخ بيعرف وبيشهد كل الفترات الصعبة والحلوة يلي مرت على الدير، ولكن الدير طلب محله ودوما كان في مراحل تاريخية يرجع ينهض الدير ويعيش. مثل ما بنعرف نحن بالقرن بدايات السابع عشر 1610 بيقولوا اجوا مجموعة رهبان من حلب ايضا وعاشوا بالدير، طبيعي عاشوا وعطوا وعمروا وتركوا بصمتهم بالدير. مشان هيك نحن عندنا منطقة اسمها الشقة الحلبية اللي هن اجوا وعمروها ونسبت لهم لانه هن الرهبان الحلبيين، اضافة انه تركوا بالدير هن مجموعة ايقونات رح نشوفها بسموها المدرسة الحلبية، وهذه تعتبر من أشهر الأيقونات في العالم حاليا ورح نشوفهم قريبا. إذا لهي المرحلة الدير كان يتجدد ويعيش من خلال أكيد الأشخاص اللي كانوا ساكنين فيه. بتيجي بعد مرحلة الرهبان الحلبيين مرحلة كتير مهمة، ألا وهي مرحلة تأسيس للمدرسة الإكليريكية الموجودة بالدير، واللي بلشت على ايد ارشمندريت دمشقي، هو اثناسيوس اسمه من دمشق، اسس المدرسه الاكليريكيه عام 1832 كان التاسيس، وانطلق التدريس فيها طبيعي من اجل خدمه الكنيسه وسد الحاجات الرعائيه، ولقت شهرتها طبيعي بعد التاسيس والتخريج اللي صار للرهبان وللكليريكيين. أكيد مرقت فترات، وبتعرفوا هذيك الفترة كان في دوما في غزوات تصير وفي صعوبات، تتوقف المدرسة وترجع تشتغل، وظلت على هالحالة لحتى صرنا بالستينات، لحتى إجا سيدنا البطرك إغناطيوس الله يرحمه وضع بصمة كتير مهمة بهذا المكان، ألا وهي أنه تأسيس معهد كلية اللاهوت، كلية القديس يوحنا الدمشقي، اللي هو يعتبر من الكليات المؤسسة للجامعة. البطريرك الياس الرابع دشن وضع حجر الأساس لمعهد القديس يوحنا الدمشقي عام 1966، لأنه انطلقت للدروس عام 1970 بعد 4 سنين، وعمليا صرنا هلا 50 سنة. ومن السنة الماضية احتفلنا باليوبيل الذهبي نحن لتأسيس كلية اللاهوت، اللي هي امتداد للعلم اللاهوتي اللي كان موجود بهاي الإكليريكية. هاي الإكليريكية اللي بالبلمند خرجت لحد اليوم مطارنة ولساتهم عايشين في منهم هلا حاليا. مثل ما حكينا يعني من أجل سد الحاجات الرعائية الموجودة كانت بكنيسة أنطاكيا بهذاك الوقت. بعد ما تأسس معهد القديس يوحنا الدمشقي، طبيعي صار في عنا ازدهار كبير على يد سيدنا البطريرك إغناطيوس الرابع، ومبنى على أرض الدير عدة أبنية مهمة،
بتشهد لهالكنيسة، بتشهد لهالدير، وبتشهد لبركة العدرة كيف بتعطي من أجل الإنسان، لأنه نحن كمان غايتنا هي الإنسان. فإذا من وقت ما تأسس مع القديس يوحنا دمشقي صار في عندنا مدرسة البلماند بقسميها الإنجليزي والفرنسي، بعدهم صار في عندنا تأسيس لجامعة البلماند، جامعة البلماند اللي هي بتشوفوها جنب الدير، وكل هالمؤسسات هيدي موجودة على أرض الدير على جبل سيدة البلماند. بقلب الدير رح فينا نشوف كتير أقسام هلأ تبرموا بتشوفوهم. عندنا الكنيسة بشكل أساسي الكبيرة اللي هي في بتتم فيها الصلوات الكبرى والأعياد، وعندنا كنيسة صغيرة القديس جورجيوس كمان هلأ بتشوفوها، إضافة لبعض الأقسام مثل الهول الأثري له مكانة خاصة، أنه بيجوا كتير من غير بلدان تيعملوا كونسيرت فيه بسبب الأكوستيك الموجودة فيه، أنه ما في داعي للميكروفونات. إضافة عندنا مركز المخطوطات اللي هو للدير، يلي يعتبر من أهم مراكز المخطوطات بالشرق الأوسط، لأنه عندهم إمكانية لترميم المخطوطات فريدة من نوعها، وهذا بيميز هذا المركز. وطبيعي الكل بيحاول بالشرق أنه يبعث مخطوطاته تنحن نرمم له إياها ونرجع له إياها، وهيك بيكون حافظنا على التراث الموجود بهالمنطقة، التراث الغني، التراث الروحي هالمنطقة. هندسة دير سيدة البلماند البطريركي يلي بمبانيل منتشرة على مساحة تقريبا 5000 متر مربع، أشبه بقرية صغيرة فيها بابين قديمين من الجدارين الجنوبي والشرقي. كمان بيأدوا هالبابين إلى ساحة داخلية مربعة الشكل بتحدى من الشمال كنيسة السيدة، ومن الغرب كنيسة القديس جورجيوس، ومن الجنوب والشرق قاعات كبيرة ومخازن على شكل أقبي، وهناك أيضا درجين حجريين بيقدروا يوصلوا إلى الطابق العلوي، وأيضا بيتبع مخطط البناء النموذج الرهباني بشكل دقيق، فهو محكم الإغلاق. والكنيسة موقعة بأبعد مكان عن المدخل الرئيس للدير، ودير البلماند يلي بيرتفع على هالتلة المطلة على طرابلس والساحل بيجعله تقريبا بموقع مميز جدا. رح نتعرف ليش هالموقع مميز وشو الحقبات يلي مر عليها. بالبناء الموجود بدير سيدة البلماند اللي هو يتبع الفن الغوطي، بنلاحظ بعض الأمور المميزة بدير سيدة البلماند بالعمار، أنه بعض الحجار الكبيرة ما تركوها، وخاصة أنه الدير انبنى على مراحل، الحجار القديمة دخلوها بالعمار الموجود حاليا وهلأ فينا نشوفه. بعض الأمور المميزة بهذا البناء دير سيد البلماند أنه على الحيط، عندنا حيط الكنيسة، عندنا ساعة شمسية لنزال محافظين عليها حتى اليوم، إضافة إلى القبة اللي هي أوكتاغون اللي هي مثمنة الأضلاع مثل ما بسموها، واللي تعتبر فريدة في العالم حجما وشكلا. هذا البناء، بناء القبة، اليوم هو صار السيمبول للرمز لدير سيدة البلماند ولكل شيء موجود على سيدة على التل البلماندية. إذا بتكون
كلمة بلمند بالتاريخ تعود إلى مصدرين، فينا نختار واحد منهم. المصدر الأول اللي نحن نعرفه حاليا هو البلمون، أنه البناء الجبل الجميل والطل الجميلة، إضافة لمعلومة موجودة أيضا بالمخطوطات عنا بتقول باليماندرا يعني الحظيرة القديمة، وهذا بيذكرنا بحظيرة الرب يسوع المسيح بما أنه الخراف بتكون فيها، ومن هون جاي اسم دير سيدة البلمند. من المحفوظات المهمة بدير سيدات البلمند واللي اليوم صارت هي عبارة عن تراث وكنز يعني مسيحي وإنساني. في عنا الأيقونات الحلبية اللي بيتميز دير سيدات البلمند بأنه هي موجودين فيه. الأيقونات الحلبية إن رسموا لمن أجوا الرهبان الحلبيين وعاشوا بهذا الدير، ونقلوا كل التراث اللي بيعرفوه من المنطقة الحلبية من قلعة سمعان العمودي. ومشان هيك نحن منشوف الأيقونات المرسومة، إحدى الأيقونات الحلبية هي أيقونة القديس سمعان العمودي. القديس الرهبان كانوا عايشين بهالمنطقة هنيك بيحبوه ونقلوا معه، وهيك كان لما كان يتعمر كل قسم بالدير يبين بصمة الأشخاص الموجودين. إذا منقرب ومنشوف الأيقونات وتحديداً السيد والسيدة الموجودين، بس الواحد يشوفهم بيعرف الواحد أنه هون دير سيدة البلمند. الأيقونات مرسومين عام 1690 94 96 مثل ما مبين التاريخ عليهم. هاي المدرسة انشهرت بالعالم، المدرسة الحلبية، بسبب فرادتها. بالإضافة لهالأيقونات اللي شايفينها أنتم هون، في عنا أيقونات محفوظة بمكان آخر اللي بشكله هن مجموعة الأيقونات الحلبية. إضافة للأيقونات الحلبية نحن منلاقي نمط تاني للرسم موجود، هو النمط الأورشليمي. إذا منشوف الأيقونات الموجودين فوق بالأعلى أعلى الأيقونستاس هن مدرسة الأورشليمية المعروفة. طبيعي الواحد بيستغرب، بس واحد ما لازم يستغرب لأنه قديما بتعرفوا أنه كل هالمنطقة كانت بتواصل مع بعضها وما في حدود بيناتهم، وبتعرفوا أنتوا هالمنطقة كلها كانت اسمها بطركية أنطاكيا وسائر المشرق. اللي بيميز دير سيدة البلمند البطريركي هو القسم الخاص بالمخطوطات 107 الموجودة بمركز القديس يوسف الدمشقي لترميم وحفظ المخطوطات والتابع لدير البلمند. هالمركز هو إرث ثمين بتملكه البطريركية الأنطاقية، وبدأ بجمع المخطوطات مع إعادة ترميم الدير بالعام 1603، وتطور بعد ذلك بشكل مستمر لحتى ما تفقد المخطوطات الكثير من أهميتها وجودتها وإرثها الثمين. اليوم هالمخطوطات يلي كانت تقدم كهدايا والموجودة اليوم بمكتبات الغرب. تم سرقة العديد من المخطوطات بين الحرب الأهلية، ولكن البعض منا أعيد إلى الدير. هالمركز يعد خلينا نقول نادر وفريد من نوعه بالشرق ولاسيما بلبنان، لأنه معظم أجزاء هالمجموعة اللي مدونة باللغة العربية خلال القرون 17 و18 و19، كما بتحتوي بعض المخطوطات من العصر الوسيط خلينا نقول كتابات باللغة السوريانية يلي كانت شائعة الاستخدام بأوساط الطائفة الأرثوذكسية الأنطاقية حتى ذلك الحين. أما المخطوطات باللغة اليونانية فهي قليلة جدا، واللي بيجعل منها المجموعة ذات قيمة فريدة، قيمة فائقة، وهو تم تصويرها وتوثيقها للحياة والفكر الأرثوذكسيين في أنطاكيا بين القرنين 16
2019، وبتضم المجموعة 97 كتاب ليتورجي و44 مخطوطة لاهوتية و22 سنكسار. لأن إلى الأبد رحمته، هاليلويا. الاتكال على الرب خير من الاتكال على الإنسان. نحن هلأ بالكنيسة الكبيرة، كنيسة دير سيدة البلمند، اللي فيها كتير أشياء مهمة نقدر نحكيها. منبلش بأيقونة السيدة، بنسميها القائدة أو المرشدة. هلأ منشوفها كيف عم تأشر بإيدها للسيد، للرب يسوع المسيح، لما نحن نجي نسجد ومنقبلها التقبيل الإكرامي بتقلنا هناك يتم السجود لله، ما هيك؟ للسيد. عشان هيك هي اسمها الأيقونة القائدة، مثل ما مكتوب باليوناني أوذييتريا. هاي الأيقونة تعود للعام 1318 مثل ما مكتوب تحت، ورجعوا صلحوها وعملوا لها رتوش وصيانة عام 1818. تعتبر هالأيقونة من أهم الأيقونات موجودة بالدير عنا بسبب مكانتها الروحية. كل اللي بيجوا بيطلبوا منها، إن كان ما بيجيبوا أولاد بعد فترة بيطلبوا، بيرجعوا بيشكروها بعد فترة. ومثل ما شايفين العذراء ما عم تتركنا، ما عم تترك حتى كل اللي بيطلبوا شفاعتها وصلواتها. إضافة للأيقونة الموجودة بالدير عنا، عنا أيقونات موجودة على الجدار مثل ما شايفين هون. هاي الأيقونات تعرضت للسرقة وقت الحرب اللبنانية، اللي إن شاء الله ما بقى بترجع، ما بقى منشوفها. إضافة لسرقة بعض المخطوطات، في شي رجع وفي شي ما رجع. كانوا يقصوا الأيقونة بالنص لأنه حجمهم كبير، تقدروا يطوبوها ويقدروا يحملوها ويسرقوها. طبيعي القص كان قص فني، ما أنه قص شخص ما بيعرف، شخص بيعرف. وشان هيك منشوف لما بتنقص الأيقونة بتنطوى، ما في ولا وجه من الوجوه متأذي لحتى يحافظوا على قيمة الأيقونة، وهيك كانوا يقدروا ياخدوها بسهولة. من الأشياء المميزة بالكنيسة عندنا نحن أيقونات المجامع المسكونية السبعة، اللي الكنيسة كلها تعتمد على هذه المجامع والتعاليم اللي صدرت. هي من الأيقونات اللي انسرقت كمان. سبع أيقونات قدرنا نرجع بس خمسة، وظلوا أيقونتين مفقودين، بالإضافة لأيقونة الدينونة اللي كانت بيقولوا عدة أقسام وموجودة بصدر الكنيسة في بالباب المدخل وحجمها كتير كبير. كمان من الأيقونات هي اللي ما قدرنا لحد الآن نحصل نقدر نرجع ونحصل عليها. مركز المخطوطات عندنا نحن يحتوي مخطوطات الدير ومخطوطات الكنائس أو المترانيات المحيطة لحتى نقدر نرممها. يحتوي على المخطوطات اللي قدرنا نرجعها. من أهم المخطوطات الموجودة نحن عندنا هي مخطوط الناموس الشريف اللي بيعود للقرن العاشر 19 بخط اليد. ومن أهم ونحن هذا المخطوط إضافة لأيقونة السيدة اللي شايفينها على اليسار، هي سيدة منسميها نحن جزر ريسة، مجتمعين حواليها الأنبياء اللي حكيوا عنا بالعهد القديم كيف أنه السيدة العذراء ستلد المسيح في وقت من الأوقات. منسميها جزر يسا، وهي من الأيقونات الفريدة والنادرة. الأيقونة مع المخطوط دوماً عم ينطلبوا أنه ناخدهم لبرا وينعرضوا بمعارض. إحنا السنة الماضية كانوا بباريس لمدة 6 شهور ورجعوا، كانوا بمعرض بباريس. شيء تاني مهم عنا بهالكنيسة موجودة هي الترية الموجودة فوقنا، هي هدية من عائلة آخر أباطرة روسيا، الملكة أو الأميرة ألكساندرا، واللي هي موجودة عندنا صار لها 100 سنة، 100 وشوي، هدية منها هي. مثل ما شايفين الدير بيحتوي على مجموعة أيقونات منسميها نحن بيزنطية، واللي منها المدرسة الحلبية، وعندنا الأيقونات الأورشليمية، وفينا نشوفهم على الأيقونستاس اللي هو دائما بيكون خشبي عادة في الكنائس، وهنيك لحتى
لأنه عم يتعرض بكنيسة مارجريوس كان دوما يتعرض لتهديم وإلى آخره، عمروا حجر وضل حجر، ولكن هون عملوه خشب لأنه هيك الأصول كان. عمر هذا الأيقونوستاس حوالي 200 سنة. الصلبوت الموجود فوق الأيقونوستاس اللي شايفينه فوق هذا الأيقونوستاس وفوق الأيقونوستاس اللي موجود مارجريوس بتلاقون نفس الشكل، نفس المدرسة، مختلفين ولكن نفس المبدأ، وهذا بتميز في كنيسة أنطاكيا. كان كل كنائس أنطاكيا تحتوي على هذا النوع من الصلبوت. الصلبوت هو يعني الصليب، السيد العذراء على اليمين والقديس يوحنا الحبيب على اليسار، ومن تحت شايفين كيف الوحش أو التنين موجود إلى المسيح بالصليب غلبه وقيامته. بخصوص الحياة الداخلية بالدير، الحياة الرهبانية بالتاريخ، نحن ما عندنا كتير معلومات، ولكن منعود مثل ما حكينا للمدرسة الإكليريكية لما كانوا يجوا الدارسين أو المتدربين من أجل الحياة الكهنوتية، كانوا يعيشوا حياة داخلية في الدير كالرهبان. يعني هن كانوا يصلوا مع بعضهم، يأكلوا مع بعضهم، التنظيفات كلها مع بعضهم، الأعمال الزراعية مثل ما شفتوا هلأ حوالين الدير كلها مع بعضهم من أجل قيام هذه الحياة. يعني هذا البرنامج موجود آثاره حتى اليوم. نحن عنا صلاة السحر، وعنا صلاة الغروب، وعنا صلاة النوم مستمرة كدير. الشيء الجديد اللي صار إحنا عنا بالدير أنه وجود كلية اللاهوت، وكلية اللاهوت فيها طلاب اللاهوت، بدل ما كانوا يدرسوا بالإكليريكية من 200 سنة هلأ صاروا موجودين بكلية اللاهوت جنبنا، المكان أكبر طبيعي، ولكن الحياة الليتورجية والصلاطية هي حياة داخلية وعم تكون معنا بالدير. وبالتالي بيعملوا دروسهم الأكاديمية تحت بالكلية وبيطلعوا لعنا بيعيشوا الحياة الليتورجية الصلاطية. البرنامج بيقوموا فيه هن لحتى يكونوا متدربين ومؤهلين في يوم من الأيام أنه يخدموا شعب المسيح، شعب الله. المميز عنا نحن بالدير أنه عنا جوقة كتير مميزة، هي مؤلفة من طلاب كلية اللاهوت واللي هن بيخدموا كل الخدم الطقسية، الفصح، الميلاد، الصلوات اليومية، سحر وغروب وصلاة نوم إلى آخره. مثل ما المعروف بالدير ما في شيء بيصير إلا بالبركة وبأخذ الإذن، يعني ما بيعمل الواحد شيء إلا ما يأخذ يطلب بركة ربنا، وهذا متمثل على أرض الواقع من خلال تطبيق برنامج الدير المعروف من زمن. نحن لما منفيق الصبح بكير منفيق على صوت الجرس، لما منفوت على الكنيسة منفوت كمان على صوت الجرس، في وقت للصلاة منعرف فيه لما بيرن الجرس. حتى السفرة المشتركة المائدة كمان ما منفوت بناكل إلا لما بيرن الجرس. والمائدة هي استمرارية بديرنا وبكل الأديار الأرثوذكسية، هي استمرارية للصلاة. الصلاة ما بتنتهي في الكنيسة، الصلاة مستمرة في الكنيسة إلى المائدة لأنه حياة مشتركة، مائدة المحبة، ثم يعودون إلى الكنيسة وتختم الصلاة. إذن ما في شيء بيصير إلا بإذن وبركة ببداية، خلينا نقول هالخدمة المقدسة اللي بدها تصير قداس إلهي، غروب، سحر، أو أي صلاة من الصلوات الأخرى. رغم كل الصعوبات والحروب والنزاعات اللي صارت عبر التاريخ، وجه المسيح لم يغيب عن هذا الشرق، ووجه المسيح موجود دوما بهالأصرحة الموجودة بالشرق مثل صرح دير سيدة البلامند يلي يشهد حتى اليوم على أنه كل الصعوبات وكل هالأمور اللي فيها شر لا يمكن أن تدوم، ولكن
تختفي بمحبة الواحد للآخر. هذا الصرح، صرح سيدة البلمند، شاهد حتى اليوم من أكثر من 1000 سنة، حتى اليوم شاهد على المحبة، على المحبة، محبة المسيح اللي لازم نحن ننقلها بين بعضنا، ودوما نكون مستمدين من هذا اللي إجا وانصلب من أجلنا ولكن بعدين قام. هذا الصرح هي شهادته. ومثل ما بيقول سيدنا البطريرك يوحنا العاشر: نحن جذورنا ضاربة في أرض التاريخ مستمرة حتى اليوم. رح ننتقل من باحة دير سيدة البلمند البطريركي لحتى نتعرف مع عميد معهد اللاهوت وهو قدس الأرشمندريت يعقوب خليل، يلي عم بيحتفلوا باليوبيل 50 سنة على تأسيس معهد القديس يوحنا الدمشقي للاهوت بهالدير. رح نتعرف نحن وياه سوا على أهمية وجود هالمعهد وأيضا ما خرج من طلاب من لبنان إلى العالم. تم إنشاء معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في جامعة البلمند قبل 50 سنة قرب دير سيدة البلمند. فكان هذا المعهد الجامعي هو استكمال لدور دير سيدة البلمند في التعليم والبحث اللاهوتي. في العام الدراسي 2020-2021 نحن منعيد بفرح كبير اليوبيل الذهبي لتأسيس المعهد. للمعهد دور كبير مش بس بمنطقتنا ببلادنا، ولكن إلى كل الدول التي ينتشر فيها الكرسي الأنطاكي الرسولي. فخريجين من عنا بيخدموا رعاية في سوريا وفي لبنان وفي الدول العربية وفي أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا. وأساتذة المعهد أيضا بيقوموا بأبحاث بنشروها في جامعات في كل أنحاء العالم، بيشاركوا بمؤتمرات وصاروا معروفين، وعنا اتفاقيات مع كليات لاهوتية نبعت عليها أساتذة ومناخد من عندهم أساتذة ومنبعت عليها طلاب، وكمان منستقبل طلاب منها في معهدنا. دائما هناك طلاب أجانب يدرسون في معهد القديس يوحنا الدمشقي. عنا برنامج الإجازة في اللاهوت وبرنامج الماستر في اللاهوت، وأيضا صار عنا أيضا برنامج الدكتوراه في اللاهوت المعترف به من الدولة اللبنانية. بالإضافة لهالثلاث مراحل الأكاديمية في عنا برامج للتعليم عن بعد. برنامج الكلمة اللي صار معروف كتير وبنتسبوا له كتير من كل العالم يلي ما بيقدروا يجوا يدرسوا لاهوت بمعهد القديس يوحنا الدمشقي، هذا البرنامج بيقدم لهم تنشئة لاهوتية عبر الإنترنت. وكان المعهد السباق بالتعليم عبر الإنترنت في كل جامعات المنطقة. من قرب تعليم لاهوتي
باللغة العربية ببرنامج الكلمة، وعنا بالموازاة معه برنامج لتعليم الكتاب المقدس باللغة الإسبانية اسمه سي بي بي، وبرنامج لتعليم اللاهوت بشكل عام باللغة الإسبانية اسمه صوفيا. هيدي هي البرامج الموجودة بمعهد اللاهوت واللي منها تخرجوا المئات إلى الآن. دور معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في جامعة البلماند ما بيقتصر على إعطاء شهادات جامعية وعلى أبحاث جامعية، هو أعمق من هيك وأقدس من هيك أيضا، لأنه هو استمرار للإيمان الأرثوذكسي الرسولي الذي سلمه إلينا ربنا يسوع المسيح والرسل وأباء الكنيسة ووصل إلينا اليوم. ونحن علينا أن ندرس الكتاب المقدس ليلا نهار، أن ندرس الإيمان المقدس، أن نعلمه وأن نوصله إلى الأجيال الحاضرة بشكل مفهوم وواضح ويعبر عن هواجس العالم وعما ينتظره العالم. ولكي يحفظ الإيمان مرت الكنيسة في صعاب كثيرة، واجهت الكنيسة دائما الصعاب الكثيرة، ونحن اليوم للأسف بعدنا عم نواجه بعض الصعاب لكي نستمر، ولكن لأن العاملين والمعلمين في هذا الصرح المقدس هني بيطلعوا لحالهم انه هني مكرسين لتعليم اللاهوتي وتعليم الأجيال، مستعدين انه يواجهوا كل الصعوبات وما في شيء بيحبطهم، ورح يكملوا بهالغيرة المقدسة التي ميزت المؤمنين في أرض الكتاب المقدس، هذه سيكملوها إلى دهر الداهرين. آمين. لكل زائر قصد دير سيدة البلماند البطريركي إن كان من كل الأبرشيات الأرثوذكسية الأنطاقية بالعالم، منودي لكم رسالة محبة وسلام وتضامن من أرض هالدير يلي مغلغلة فيه رائحة البخور، رائحة القداسة معطرة. منودي لكم رسالة سلام من لبنان للعالم، لألكن أنتو يلي اشتقتوا ترجع توطأ أقدامكن هالدير، إن شاء الله بترجع بتتغير الأيام وبترجع بتتغير الظروف إلى الأفضل، وبترجع الكرة الأرضية بترجع تعيش حياة أفضل. شكراً لكم مشاهدي الفضائية السوريانية سورويو تي في، أنا بودعكم على أمل نلتقى بحلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي من لبنان، لحتى نتعرف على ضيعة جديدة، على معلم سياحي أو دين جديد من لبنان لكم للعالم. إلى اللقاء.